مرحبا، كيف الصحة؟ يسعد هالمساء يا رب. باختصار شديد راح أشرح اليوم عن الدائرة بالهندسة التحليلية، الدائرة بالمستوي. هو درس بسيط وسهل بالنسبة لدروس اليوس. الدائرة، طبعا كل دائرة في العالم تعرف بشغلتين، بمركز الدائرة اللي راح أرمز له دائما بالرمز M، ونصف قطر الدائرة راح يكون عبارة عن حرف ري كبير. تمام، بهمني مركز الدائرة. مركز الدائرة بالهندسة التحليلية هي عبارة عن اكسات وايات، فراح تكون بهذا الشكل او بي، وفي عندي نصف القطر اللي هو ري. المعادلة العامة للدائرة هي اكس ناقص ا للتربيع زائد ي ناقص بي للتربيع وتساوي ري مربع. تمام، هاي المعادلة العامة للدائرة. فأنا المطلوب مني دائما اني اوجد ا، اوجد بي، واوجد ري. بس نفس مركز الدائرة ونصف قطرها، خلاص انتهى، هاي هي الدائرة. طبعا مثل ما نعرف، الدائرة بتتقاطع مع مستقيم بنقطتين، او ممكن تمس المستقيم بنقطة واحدة. فلو تجيني دائرة، وقت بيعطيني دائرة على سبيل المثال، هاي الدائرة، هلا هاي الدائرة نصف قطرها 5 ومركزها هو 0 0، نفرض انه هي الدائرة تقاطعت مع المنصف الاول اللي هو اكس تساوي ايه. شلون بوجد التقاطع؟ بحلهم مع بعض. تقاطع دائرة مع مستقيم هو حل المعادلتين. بعوض بدال كل اكس بواي او بالعكس، بصير عندي 2 اكس مربع تساوي 25 مع مربع تساوي 25 على 2، يؤدي اكس تساوي ناقص زائد 5 على جذر 2. فطلع عندي جوابين. ليش طلع عندي جوابين؟ لأنه راح يكون في عندي نقطتي تقاطع، نقطتي تقاطع، لأن المستقيم اللي هو المنصف الأول بيقطع الدائرة بنقطتين. هلا راح تواجهني مشكلة ثانية. شو هي؟ نفرض إنه عندي إكس مربع ناقص 4 إكس زائد واي مربع ناقص أو زائد 8 ي زائد 9 تساوي 0. نفرض انه جاب لي هي المعادلة، تمام، وقال لي بالضبط اوجد مركز الدائرة، يعني اوجد احداثيات مركز الدائرة او بي. شو اعمل انا هون؟ تتذكروا شيء اسمه الاتمام الى مربع، او الاتمام الى مربع. بنظر لامثال اكس. من هو امثال اكس؟ 4. بيجي بقول اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4 ناقص 4. من هي امثال ي؟ 8 زائد ي مربع زائد 8 ي. امثال ي هي 8 نص ال ي، 4 مربع ال 4 16 زائد 16 ناقص 16 زائد 9 يساوي 0. هلا اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4 بتنكتب اكس ناقص 2 للتربيع، زائد ي مربع زائد 8 زائد 16 تنكتب ي زائد 4 للتربيع. شو بقى عندي؟ بقى عندي هون ناقص 4، وبقى عندي هون ناقص 16، يعني ناقص 20 زائد 9 ناقص 11، بتنتقل بتصير 11. فأنا عندي هون دائرة مركزها هو 2 ناقص 4. لاحظ شلون الإشارات، الإشارة قدام 2 هي ناقص، صارت 2 لأنه أنا ليش؟ لأنه في عندي ناقص، فلازم ينعكسوا الإشارات. فالناقص 2 بتصير 2، وال4 بتصير ناقص 4، بيطلع معي مركز الدائرة هو 2 ناقص 4، ونصف القطر هو جذر 11. تمام، لا تنسى. ان شاء الله يعني ما بلزمكم اكثر من هيك. هلا انا حاولت احط شويه مسائل هون، ما راح اقدر احلهم من كتاب المترب المباشره، راح احلهم بهي الطريقه، يعني حطيتهم هون على الرسام. هلا بالمسألة الاولى طالب مني نصف القطر، فانا لحتى اعرف نصف القطر المفروض اتم الى مربع كامل. وش يقول هون؟ اكس مربع ناقص 6 اكس، امثال اكس هي 6، نص ال 6 3، مربع 3 9 وبطرح 9، زائد ي مربع، امثال ي مربع هي الامثال اللي هي عفوا هي 5، بضيف 25 على 4، يعني ي قدامها 5، نص ال 5 5 على 2، مربع ال 5 على 2 25 على 4، وبطرح 25 على 4 يساوي الصفر. هلا هدول مطابقة، شو بصيروا؟ اكس ناقص 3 للتربيع، وهدول كمان مطابقة، شو بصيروا؟
واي زائد 5 على 2 للتربيع، تاني طلع معي او بي، اه هي 3 وبي هي ناقص 5 على 2 يساوي ناقص 9 بتنتقل بتصير 9، هلا هذول كلهم راحوا، وهي بتصير زائد 25 على 4. واحد مقامات 4 ضرب 9 36 زائد 25 61 على 4 مع تريل اللي هو نصف القطر يساوي جذر ال 61 على 2، جذر ال 61 على 2 جوابي. هلا هاي خلصنا منها، ننتقل على المسألة اللي بعدها حتى هي خلصنا منها. تمام، المسألة اللي بعدها شو عم تقول؟ هلا عندي هون الاكسات 2، يعني من هون لهون 2 ومن هون لهون 3 لان الغايات 3، فانا عرفت ان نصف القطر ايش قد نصف القطر؟ 3. هلا بالاصل بما انه في نقاط معلومه راح اكتب معادله الدائره، بالاصل شو هي معادله الدائره؟ هاي معادله الدائره اكس ناقص ا للتربيع زائد ي ناقص ب للتربيع يساوي ري مربع. تمام، ري مربع معلوم مين هو؟ 3 للتربيع 9. اكس ناقص ا، ا معلومه مين هي؟ ا هي ناقص 2، يعني هي 2 بس بتصير ناقص 2. وهي اكس، الاكسات لهذول النقطتين هن صفار، فصفر ناقص 2 زائد مين هي؟ ي ما بعرف، انا راح اسميها ا او ب، في عندي تنتين لانه ا او ب ناقص، عفوا انا اسف، هون بيش قد بي؟ بي هي هي 3. تمام، فصار عندي ا ناقص 3. في شغله بس بدي انبهكم عليها، الأ والبي اللي موجودين هون غير الأ والبي انا كنت عم بحكي عنها، بس بالصدفه هلا حتى انتبهت والله انه هن حاطين هون ا وبي، فانا ما كنت انتبه على الرموز. كل الاحوال ناقص 2 للتربيع 4 الى لهون شو بتصير؟ بتصير ا ناقص 3 للتربيع شو بتساوي؟ 5. معناتها ا ناقص 3 بتساوي جذر الخمسة، طبعا زائد ناقص جذر الخمسة، فبصير عندي ا تساوي، هي ما انا مبيني كان جذر الخمسة، مبيني كان جذر 3 زائد ناقص جذر الخمسة، بصير عندي ا تساوي 3 زائد جذر الخمسة، او ا تساوي اللي هي ب، يعني بحالتي هي 3 ناقص جذر الخمسة. عندي جوابين، يعني هذا ب اذا بدك تسميه. ليش عندي جوابين؟ واضح انه عندي جوابين لانه عندي تقاطع بالموضوع. تمام، التمرين اللي بعده بدي اخلي هذا اخر شيء انه مرتبهم انه من الصعوبة للسهولة مشان. يلا بهذا التمرين اعطيني هالمرة نقاط تقاطع على عكس قبل شوي، بشوي كان طالب مني نقاط التقاطع. تمام، فشو راح اعمل انا؟ طالب مني ري طبعا اللي هي نصف القطر، شو راح اقول انا؟ راح اقول المسافة بين مركز الدائرة ونص والنقطة هو ثابت، هو ري، وبين هون وهون كمان هو ري، صح؟ عند نفس البعد لأنه هذا نصف قطر. ف شو هو البعد؟ في الأصل قانون المسافة بين نقطتين هو تحت الجذر x1 ناقص x2 للتربيع زائد y1 ناقص y2 للتربيع، هذا قانون المسافة بين نقطتين، صح؟ فأنا راح أقول المسافة بين المركز اللي هو مي والنقطة اللي هي صفر خمسة هي عبارة عن تحت الجذر آ ناقص صفر، يعني آ هي إكسات المي ناقص صفر للتربيع زائد الفرق بين الوايات بي ناقص خمسة للتربيع يساوي، هلأ بين مي وبين النقطة صفر اثنين، آ ناقص اثنين للتربيع، عفوا ا ناقص صفر لان الاكسات هون صفر، ا ناقص صفر للتربيع زائد ب ناقص 2 للتربيع، صحيح؟ هلا شو راح اعمل؟ راح ربع الطرفين، فبروح الجذر مع التربيع وبصير عندي ا مربع زائد ب مربع ناقص 10 ب زائد 25 يساوي، هون كمان نفس الشيء، ا مربع زائد ب مربع ناقص 4 ب زائد 4 ويساوي ا مربع، وا مربع بيروحوا مع بعض، ب مربع ب مربع بيروحوا مع بعض، 4 ا إذا بتصير زائد 4 ا، بصير عندك ناقص 10 ب زائد 4 ا زائد 4 ب، عفوا ناقص 6 ب، نقول 25 بتصير ناقص 25 زائد 4
ناقص 21 بتساوي 21 على 6. هلا قسم الطرف البسط والمقام على 3 بصير عندك 7 2، ف ب بتساوي 7 2. مين هي ب؟ اذا بتلاحظ هي نفسها ري، فري نصف القطر يساوي 7 على 2، 7 2. التمرين اللي بعده هون عاطيني نصف القطر، عفوا عاطيني معادله الدائره وقايل لي اوجد نصف القطر، فانا لازم اكتب بشكل النموذج اللي اتفقنا عليه اللي هو اكس ناقص ا للتربيع زائد واي ناقص بي للتربيع تساوي ري مربع، صحيح؟ فاذا جيت لهون انا عندي اكس مربع زائد ي مربع ناقص 4 اكس زائد 6 ي زائد 9، بعمل اتمام بالامثال اكس ايش قد 4 نص الاربعة 2 مربع 2 4، فبقول اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4 ناقص 4 زائد واي مربع، هلا زائد 6 ي امثال لي 6 نص 3 مربع 9، فبقول زائد 6 ي كانه هي جاهزه في داعي خلاص في 9 بالاصل زائد 6 ي زائد 9 تساوي الصفر. هلا هي شو بتنكتب؟ حتى عفوا مو هي، هي هيك شو بتنكتب؟ اكس ناقص 2 للتربيع زائد ي زائد 3 للتربيع تساوي 4، فبستنتج من هون انه ري تساوي 4 ا فاصل ب تساوي امس الجنب الاكس مين هو؟ ناقص 2 بعكسه بصير 2 وب ناقص 3، تمام؟ اوكي السؤال الاخير قبل الاخير عفوا، هون عاطيني معادله مستقيمين اكس تساوي 2 اكس تساوي 6 مستقيمات بيوازوا محور الوايات، وعاطيني معادله هاي المستقيم قايل لي اوجد ا زائد ب، شو راح اعمل انا هون؟ اكس ناقص 2 ي زائد 6 تساوي الصفر، اول شيء اكس تساوي 2 نقاط تقاطم على الاثنينات يؤدي اذا اكس تساوي 2، هلا اذا انا ما انا مخبطهم في نقاط تقاطم نقاط التماس هي نفس نقاط التقاطم ولا ما مبين كثير الموضوع، انا راح افرض هون النقاط التماس هي التقاطع، كل الاحوال اي اكس تساوي 2 فراح اعوض هون بدل اكس ب 2 راح يطلع معي 8، راح تصير ناقص 8 راح تطلع ي تساوي 4، اكس تساوي 6 يؤدي ي تساوي بعوض 6، 6 زائد 6 12 بنقلب بتصير ناقص 12 بقسم على ناقص 2 بيطلع معي ي تساوي 6. فانا وجدت نقاط التقاطع بصراحة، نقطة التقاطع هون ونقطة التقاطع الموجودة هون، تمام. هلا المطلوب مني اني اوجد ا زائد ب، تمام. هلا هي النقطة مين هي؟ اكساتا 2 وواياتا 4، وهي النقطة اكساتا 6 وواياتا 6، هيك صاير، تمام. إذا بدي أوجد أ زائد ب، مين هي أ؟ هي متوسط حسابي للاثنين زائد ستة للإكسات هي بتساوي 4، وب هي متوسط حسابي للوايات يعني 6 زائد 4 2 وتساوي 5، فبيطلع معي أ فاصل ب هي عبارة عن 4 فاصل 5، تمام؟ آخر مسألة يلا هون شو عطيني؟ عطيني تي هي 3 3، تمام. هلا انا هون بعرف انه دائما ما انه عمل انه هي نقطة تماس، فهي فهذا مستقيم مماس الدائرة فهي زاوية قائمة. شو الطول هون؟ ري. شو الطول هذا؟ ري. بما انه هي 0 2 هي المنطقة طولها 2، هلا عملت تي هي 3 3، هي 3 وهي 3، معناتها او تي حسب في ساغورس هو 3 للتربيع زائد 3 للتربيع يعني 18 جزء 18 هو 3 جزء 2، فهذا او تي هو 3 جزء 2 طوله، يعني طول او تي 3 جزء 2. فانا في عندي مثلث قائم جديد لو رسمته هون هيك راح يرسم معي، راح يكون هذا الضلع هو ري وهذا الضلع هو ري زائد 2، وراح يكون هذا الضلع هو عباره عن 3 جزء 2. هلا حسب في ساغورس مره اخرى فان ري مربع زائد 18 تساوي
ري مربع ربع الري زائد 2 مربع الأول، ري مربع زائد 4 ري زائد 4، تروح ري مربع مع ري مربع بنقول ناقص 4 لهم، بصير عندي 18 ناقص 4 14 تساوي 4 ري مع تري تساوي 14 على 4 وتساوي 7 2. نصف القطر هذا اللي هو ري هو 7 2، هو ما بده نصف القطر، بده ابي اللي هو 2 ري، 2 نصف القطر، فبقول 7 2 ضرب 2 ويساوي 7. هيك ان شاء الله تكون خلصت بحث الدائره يعني بشكل بسيط. انت فينك ترجع تراجعهم بالبيت. لا تنسى تدعمنا، تعملنا سبسكرايب، لا تنسى تعمل مشاركه، تخبر رفقاتك على الفيديو مشان نقدر نستمر. كل من دعمتونا اكثر كل ما استمرينا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله.